كان تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه وحين انتخابه حين عين رئيسا للدولة. إذا أيضا غرفة التجارة والصناعة صفات ربما يعول عليها أكثر من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والرقي طبعا بأرباب العمل وأيضا المتعاملين الاقتصاديين. ماذا تقولون في هذا المجال؟ يعني أن السيد رئيس الجمهورية لما تكلم على ترويج المنتجات على مستوى العالم للمنتجات الجزائرية أنه اعتمد كثيرا على ردد كثيرا غرف التجارة والصناعة من المهام تاعها، وفعلا أننا نشوف يعني أنها كتنظيم عالمي أو يعني كمؤسسة عالمية غرف التجارة والصناعة على مستوى العالم هي المهام تاعها أنها تروج المنتجات، أن المنتجات اليوم حتى أنها ترافق المتعامل الاقتصادي في تحويل الأموال في طريقة تحويل الأموال، يعني حتى تكون يعني واليوم نشوف أن الدولة راهي رايحة تفتح يعني بنوك وخاصة على مستوى الدول الإفريقية راهي تفتح بنوك، أن المتعامل الاقتصادي مباشر التحويل البنكي يروح البنك الجزائري في تلك الدولة. إذا يعني هذا عامل مهم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، خاصة أن نشوف لما تكلمنا على ولاية عدن وشفت نديها كعينة والشيء اللي رانا نشرفوا عليه أنه عملية الاقتصاد راهي تفرح، رانا نشوفوا مثلا المصنع القفازات الطبية راهي